رغم الأجواء الماطرة التي سادت العاصمة عمان، إلا أن صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب شهدت أجواء مغايرة مليئة بالحماس والتحدي بعد أن استضافت التصفية الأولى للمنتخبات الوطنية للتايكوندو للرجال والسيدات. اللاعبين اللي راح يفوزوا في هاي التصفية 8 أوزان للشباب و8 أوزان للبنات راح يشاركوا في الاستحقاق الأول الدولي على أول بطولة G1 دولية. راح يشارك كل لاعب هو ومدربه، وهي سابقة لأول مرة، فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إنه تنجح هاي التجربة. التصفية شارك بها جميع اللاعبين واللاعبات باستثناء لاعبي ولاعبات الإعداد الأولمبي، وهم النجم الذهبي أحمد أبو غوش، صالح الشربتي، أنس العذاربي، روسلان لبزو وحمزة قطان، وجوليان الصادق وبان الضراغمة. هاي تصفية المنتخب الوطني للرجال والسيدات الأولى التي ستقام على مدار يومين الجمعة والسبت بمشاركة 121 لاعب ولاعبة. الحمد لله رب العالمين، كان في شوية تركيز منيح، لعبنا، وبرجع هذا الفضل للمدرب يعني اللي كان يعطيني ايش ألعب. يعني حماس مع الشباب والكابتن وروح الفوز، إن شاء الله ضلت مباريات إن شاء الله ذهبية. نتائج اليوم الأول من تصفية الرجال شهدت فوز محمد التميمي بذهبية وزن تحت 54 كيلوغرام، ونجيب يوسف بذهبية وزن تحت 58 كيلوغرام. أما في تصفية السيدات والتي كانت مثيرة للغاية، توجت اللاعبات نور الصادق، لونا أبو عياش، ناردين حميدي، رهف محمد، لينا خليفة، تيماء حبول، وضحى العساف بالميداليات الذهبية في أوزان مختلفة. أنظار العشاق ومحبي لعبة التايكواندو ستتجه لمعرفة بقية نتائج التصفية الأولى للرجال في بقية الأوزان المختلفة، منتظرين أن يشاهدوا أبطالاً جدد قادرين أن يمثلوا المنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركات خارجية عديدة في العام الحالي.